من الأصوام اللي في الكنيسة اللي مهمة جدا عندنا عشان نقدر نعيش صوم نينوى السنة دي بطريقة مختلفة. عايز أقول لك ثلاث رسائل مهمين قوي. أول رسالة، الرسالة اللي جاية من شخصية يونان، بس عايز أكلمك عن يونان الخادم. يونان ربنا عايز كان يبعته لناس مختلفين عنه، مختلف بقى عن عقيدته وعن ديانته وعن شريعته. يونان هرب من ربنا عشان مش عايز الناس دي تتوب، يقول له يا رب الناس دي ما تستاهلش انها تعرفك. لكن ربنا ادى رساله ليونان مهمه قوي، خلى يونان يسمع صوت ربنا من خلال ناس ما يعرفوش ربنا اصلا، زي النواتيه، الناس اللي كانوا جوه المركب، ناس ما يعرفوش ربنا. قالوا ليونان قوم اصرخ لالهك، انت ساكت ليه؟ خلى يونان يسمع رسالة ربنا من ناس ما يعرفوش ربنا. عشان كده اصعب حاجة بنواجهها الايام دي اللي يقول على نفسه انا بتاع ربنا. انت بتاع ربنا بترحم؟ بتاع ربنا رافض غيرك؟ بتاع ربنا مش عايز توصل رسالة ربنا غير لناس معينة انت عاوزهم حواليك؟ عشان كده ربنا ادى رسالة ليونان مهمة قوي وهو هربان، قال له انا هبعت لك صوتي مع ناس انت بتقول عنهم مش بتوع ربنا. اول حاجة عشان تعرفها في الصوم ده، ممكن ربنا يبعت لك رسالة من اي حد حتى لو انت شايفه ان الشخص ده مش بتاع ربنا. تاني رسالة مهمة قوي في الصوم ده، رسالة الشعب. ربنا لما بعت يونان قال للشعب ده توبوا عشان ربنا زعلان، ربنا محتاج ان احنا نتغير. طب انا اتغير ازاي؟ ايه اللي انت محتاجه مني يا رب في الصوم ده عشان اتغير؟ محتاج تصوم عن ثلاث حاجات، الملك، الاطفال، البهايم. طب انا مالي بدول؟ الملك هي ذاتي، ربنا بيقول لك صوم ذاتك، اتضع، اخلع التاج اللي انت لابسه والعظمه اللي انت لابسها، وان انا شايف نفسي احسن واحد في وسط اسرتي، احسن واحد في شغلي، احسن واحد في كنيستي، احسن واحد في خدمتي، بس انت وانا محتاجين نتوب. اخلع تاج الذات. تاني حاجه الاطفال اللي محتاجين يصوم. انا وانت جوانا اطفال، عارفين اللي هم ايه؟ المشاعر الضعيفه، الناس اللي ما عندهاش حكمه، اللي مش عارف يفكر، اللي تايه وسط الدنيا والزحمه. ربنا بيقول لك انا عايزك تصوم الطفل اللي مشاعره ده دايما متلخبطة، عايزك تبقى حكيم. قول له يا رب اديني حكمة في الصوم ده. طب ايه البهايم دول؟ اكتر حاجة بتبقى صعبة مع الانسان هي الجسد. الجسد لما بيقوم احنا بننسى نفسنا وننسى انسانيتنا، بنتعامل سامحوني زي البهايم او الحيوانات، مبقاش عندنا تفكير، بنفكر بغرايزنا. ربنا بيقول لك ايه؟ صوم الغرايز. اخر رساله ربنا بيبعتها لينا في صوم يونان هي رساله ربنا نفسه لينا. لما يونان زعل قوي على اليقطينه اللي كانت بتضلله، قال له يا يونان بقى انت زعلان على يقطينه بقالها يوم واحد، بنت ليله واحده، وانا مش عايزني ازعل على شعب انا خلقته بايدي. ربنا هنا بيقول لك رساله حلوه قوي، اوعى تفتكر ان انا مبسوط انك انت ضعيف او بتغلط او او او. ربنا عاوز يشفق عليك باي طريقه، عايز يبعت لك رساله باي حد، حتى لو فيديو صغير، حتى لو برنامج زي ده، حتى لو ترنيمة. ربنا بيقول لك ايه؟ انا ما زعلش على انسان انا اللي خلقته، انا ما زعلش على ابني اللي بحبه. الخلاصة ربنا عايز مننا في الصوم ده ثلاث حاجات مهمة، تكون يوناني الخادم اللي ينشر اسم ربنا حتى للمختلفين عنه ويحبهم، تكون صايم عن ذاتك وعن عدم حكمتك وعن غرايزك، ثالث حاجة تصدق ان ربنا بيحبك ومشفق عليك رغم بعدك.